هنأها الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة الإمارات على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ COP28. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية، حيث أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسن التنظيم، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرات دولة الإمارات على الإسهام الفعال في تحقيق أهداف هذه الدورة. يسعدني أن أستهل كلمتي بتهنئة دولة الإمارات الشقيقة على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، مشيدا بحسن التنظيم ومؤكدا ثقتي الكاملة بقدرة دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة. إن مؤتمرنا اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسؤولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة.